Hello everyone, this is Chef Nell with you all the way from Norway. In the following series, I will present you كريمة الخفق كريمة طازجة نسبة الدهون فوق الخمسة في الكمية هي اختياري ولكن أنا استخدمت 800 ملي أو 8 دي سي لتر 800 جرام نخفق تقريبا تأخذ معنا خفق عشر دقائق حتى تنفصل الماء عن الزبدة مثل ما انتم شايفين هي بعد ما تكوب بعد ما تصير كريمة بعد أربع دقائق تصير كريمة بعدين بنكمل بالخفق تصبح زبدة تنفصل الماء أو السوائل عن الزبدة وأي نوع كريمة متوفرة عندكم في السوق المهم تكون بدون سكر ونسبة الدهون أكتر من خمسة في المية كل ما كان أكتر كل ما أخذنا زبدة أكتر مثل ما انتو شايفين هيك الماء انفصل تماما بعد عشر دقائق حسب سرعة الخفا بنصفي الماء هي تقريبا بتطلع نص الكمية زبده حسب كميه الدهون الموجوده بالكريمه هذه يعني موجود فيها 37% دهون بتطلع تقريبا النص يعني بفضل فيها الزبده شوي قليل من السوائل بفضل في الزبده الزبده تختلف عن السمنه السمنه تقريبا 100% دهون ولكن هذه تكون تقريبا 80% دهون و20% بفضل سوائل فيها استخدم الكاكاو الخام للكمية الكريمة اللي عملناها تمنمية ملي من معلقة طعام كاكاو أو حسب الرغبة وبديل السكر نفس الشيء حسب الرغبة الكمية قليل من الفانيلا بديل السكر أي نوع متوفر في السوق هو متوفر بالصيدليات إذا بدنا إياها زبدة نستخدمها زبدة وإذا بدنا نكمل نعملها شوكولاتة للدهن نوضع الكاكاو الخام وبديل السكر والفانيلا هيك أصبحت جاهزة والتخزين بالتلاجة كتير كتير هي طبيعية وروعة كتير نعبيها في الزجاج وهيك مثل ما انتم شايفين لكن لو احنا وضعناها بالثلاجه بعد ما نوضعها بالثلاجه حتكون متماسكه كمان اكثر حتكون متماسكه في امان الله تزورونا بوصه جديده اتمنى الاشتراك بالقناه شكرا كتير لكم اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه